مهرجان الحصان العربي المصري النهاردة بيستعرض تاريخ وتراث كبير جدا للخيول العربية المصرية اللي لازم نحافظ عليها للأجيال اللي جاية. الحصان العربي المصري بيمثل 4% من خيول العالم، يعني ببساطة في ندرة في الحصان العربي المصري، عشان كده سعره بيكون مرتفع. ومصر قدرت تحقق قبل وقف التصدير رقم حوالي من 3 ل 4 مليار جنيه من عمليات التصدير، وان شاء الله نقدر نحقق ارقام اكبر من دي بعد ما تم اعادة فتح التصدير. حابب ابتدي بقى معاكم حدث النهاردة سريعا، لان اللي هتشوفوه معايا النهاردة هو ملخص لاربع ايام من منافسات الجمال اللي تستحق المتابعة. الايجيبشن ايفنت مش مجرد مسابقة للخيول، الايجيبشن ايفنت هو احتفال باحد كنوز مصر الخالدة اللي بتستحق مننا اعلى مستويات التقدير.